إني على يقين من تحقيق ذلك، فأمسك بصخرة وخط عليها الاسم راما، نعم الإله راما، ثم ألقى بها في البحر فطفت، وكما ترون فإيمان العبد أقوى من إيمان ربه، أي رب هذا؟ وهكذا قاموا بناء الجسر وعبروا إلى سريلانكا، وهناك حاربوا الشيطان وأعوانه. والعجيب في الأمر أن راما لم يكن في مقدوره أن يقتل الشيطان، والذي كان له 9 رؤوس، كلما أصابه بسهم في رأسه ظهر رأس آخر، فاضطر راما للاستعانة أخيه والذي كان ينام 6 أشهر ويقوم مثلها. وعندما بعث في طلبه صادف ذلك الفترة التي كان ينام فيها، فلما استيقظ استشاط غضبا من أخيه، أيوقظه لأجل حرب مع الشيطان؟ المهم أنه أرشده إلى كيفية القضاء عليه، فقال له إنك لن تستطيع قتله برميه في رأسه، إنما السر في الأمر هو أن تصيبه في سرته. فقام رمى بما أرشده به أخوه، فما تراون الشيطان الأكبر والذي يعرف في الإسلام بإبليس. كما قتل في هذه المعركة جميع أفراد قبيلة قرد هانومان. بعد ذلك أخذ راما زوجته وسار بها إلى بيته وقال لا إليك عني ابتعدي، فقد أصاب الشيطان منك. فأجابت ما كان له أن يقترب مني، وما كنت لأدع أن يفعل ذلك، وإن أنت لم ترضى عني فسأصلي، ولا أدري لمن ستصلي، فإن راما هو ربها. المهم حصل، ومن ثم قتل الأرض وابتلعتها، وبها انتهت قصتنا. وإذا رجعنا لتحليل هذه الأسطورة، فليس من الصعب أن نعثر على التناقضات والسخافات. فمثلا هل يعقل أن يطرد الإله يعيش في المنفى ثم أن راما كان يحمل النبال، فيا ترى ماذا كان يفعل بها؟ بالطبع ليصطاد بها، وهذا يتناقض مع العقيدة الهندوسية والتي تحرم عليهم أكل اللحوم. كما أن الشيطان خدع الإله فجعله يطارد الغزال وهو في الحقيقة شيطان، فأي إله هذا الذي لا يطيع التمييز؟ بل تختطف زوجته فلا يقدر أن يعثر عليه، فيأتي القرد ليجدها له. كل تلك السخافات تجدها في كتبهم، بل ويعتدون بها ويذكرونها في مجامعهم ومجالسهم. ولقد سألت غاية الهندوسي في بلدي بأن يجوا لي تفسيرا منطقيا لتلك الخرافات، فيقولون بكل حماقة هنا يكمن الإيمان الحقيقي، فأنت لا تدرك جوهر النصوص، فهناك أمور خفية، وفي الواقع لا أحد منهم يدرك معناها، وإنما وقعوا فيما وقعت فيه فقيل لهم بأن يتشربوا تلك المعتقدات الباطلة وأن يتعصبوا لها على أنها الحق. في تلك الآونة أصبحت شخصا بلا دين. كان ذلك بعد مرور عام نصف على تلك المناظرة، وبعد دراسة للهندوسي من خلال كتبهم. كما أنني نشأت على بغض الإسلام، فالهندوس يكرهون الإسلام وقد تربوا على ذلك. وفي غضون العام ونصف والذي أعقب تلك الفترة تناولت النصرانية دراسة، وبما أن أخانا هنا سيتكلم حولها بإذن الله فلن أفصل في معتقداتها. وفي أواخر تلك الفترة كدت أن أصبح نصرانية، محاولا تهرب معتقداتهم الباطلة كالتثليث وغيره. وعندما عبي الأخو المسلم الذي ناظر وأنني تركت الهندوسية وأقبلت على النصرانية، بعث إلي ببعض الكتيبات الصغيرة وهي لدي الآن لمن رغب في الاطلاع عليها. من هذه الكتيبات: هل عيسى إله؟ هل الإنجيل كلام الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو من بشر به بعد عيسى عليه السلام؟ ماذا يقول الإنجيل عن محمد؟ وغيرها من الرسائل الصغيرة. فقلت ينبغي علي أن أطلع على هذه الرسائل، فعندما انتهيت من قراءتها أستطيع القول بأنني أصبحت ملحدا في تلك المرحلة. فها أنا على وشك اعتناق نصرانية، فجاءت تلك الكتيبات فنسفت المعتقد النصراني. نعم، كتيبات صغيرة للشيخ أحمدات هي التي أظهرت لي بطلان المعتقدات النصرانية. فهذه الكتيبات الصغيرة جعلتني أراجع نفسي، فقلت لربما أنا الآن لأن أتعرف على دين الإسلام. ففي أعقاب تلك المرحلة وفي غضون عامين قمت بدراسة هذا الدين، وأخيرا والحمد لله فقد اعتنقت الإسلام، فهو دين الحق الذي ما بعده حق. هذا سبيل الله من يسلكه فاز بكل حمد، أسلم قياك للهدى واظفر بجنات وخلد. هذا سبيل الله من يسلكه فاز بكل حمد، أسلم قيادك للهدى واظفر بجنات وخلد. مهلا فنحن المسلمين إلى التقى الرندي، نبني على قيم السماء حياتنا بنا.
بنيان والدين. مهلا فنحن المسلمين إلى التقى والبر نهدي، نبني على قيم السماء حياتنا بنيان والدين.